بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي أعزائي مشاهدي القناة، الخلية دي اللي قدامنا شرسة شوية، عشان كده أنا دخنت عليها من الفتحة بتاعة الصروح منها، دخلت عليها أكتر من مرة علشان النحل يهدى شوية ونعرف نشتغل فيها، لانها هي شرسه بطريقه بشعه يعني. فهنفتحها مع بعض بعد ما دخنت عليها وهنشوف هل الخليه دي هنحتاج ناخد منها براويز. احنا في النص الثاني من شهر رمضان، شهر ابريل 2022، هنشوف مع بعض البراويز يا جماعه. الله اكبر، ده كله هو عسل اهو، هنشيله في الاخر عشان نفرق البراويز كده ونشوف الخلية دي محتاجه ايه. برضو ده عسل اهو، ده حضنة، حضنة وعسل، هذا نوع عسل اهو، العسل ده بسم الله ما شاء الله. برضه هنا حضنه في عسل، ماشي. لازم الخلية دي يا جماعة نزود لها اطار او اطارين علشان تشتغل فيهم. عسل اهو وفي حضنه اهو، خلاص، وبرواز جديد، حضرة وعسل، برواز كويس، ماشي. احنا هننقل منها برواز او بروازين ونزود، هننقل برواز واحد منها ونزود لها بروازين فاضيين، خلاص. طبعا الخلية دي بتاخد 10-12 برواز، انها كبيرة وانا عاملها على ايدي، خلاص. انا ببص دلوقتي على المالكة موجودة ولا مش موجودة، اهي المالكة موجودة، اهي 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 ماشية اهي. يبقى البرواز ده انا مش هاخده، اركنه خلاص في الملكة، وكده هاخد البرواز اللي جنبه ده، هوديه في خلية واجي نزود لها بروازين ويشتغلوا فيهم، وبعد كده نقفل الخلية بتاعتنا. يبقى دي اللي فيها الملكة، هاتهم الاثنين. وده الله اكبر، برواز تقيل، عسل وحبوب لقاح وحضنة. قبل الاخير، الخلية حلوة وجميلة قوية وشغالة، الملكة شغالة، الملكة دي جديدة. هنحط ده طبعا، هتتبني المساحة دي وهتتبني المساحة دي، تاني برواز، هنضم برواز كمان، بروازين، ونسقط برواز كمان، هات برواز يتمط، هات البرواز ده شيله بالراحة، ايوه شاطر. هنسقط ده دلوقتي اساس شمعي عشان يشتغلوا، لأن هي الفترة دي بيمط فيها بسرعة، ماشي. والخلية كويسة، نضم اتنين بروازين، ونسقط البرواز ده كمان، ماشي. وهنضم بقية الايه الخلية، كده الخلية دي جاهزة وشغالة. ناخد منها نقوي بقيه الخل، وبعد كده هنمنع عنها كل الشغل بعد كده لحد في الفرز ان شاء الله، بس بعد فتره. ادي خمس براويز، وادي خمسه فيها 12 برواز، تاخد برواز كمان، فيها 12 برواز وتاخد برواز كمان. اعزائي مشاهدي قناه المراد، اليوم امام خليه قويه منتجه للبروبليز بطريقه قوية ده، وهناخد منها البروبليز اهو،
اهو ده كله بروبليز اللي فوق اهو، ده البروبليز يا محمد اللي فوق ده. محمد كل يوم معانا بقى في المنحل عايز يتعلم وعايز يعرف. ده مادة البروبليز اللي هي ثمر النحل، المادة العلاجية اللي اتكلمنا عليها قبل كده كتير. طبعا هو بيربط البراويز بالبلاستيك اللي فوق او الغطاء بتاع الخلية اللي فوق اهو. مش كل الخلية بتعمل كده يعني، الخلية المنتجة لمادة البروبليز القوية دي اهي. هنفك دي، شايفين ناشفة ازاي اهو، كل دي مادة بروبليز اهو اللي ماسك بيها دي اهو. دي طبعا بتطلب احنا بنديها للناس يكونوا محتاجينها اهو، انها مفيدة. ودي برضو ناشفة ماسكة جامد اهو، كل ده بروبليز اللي فيها ده. برضو هنشوف الخلية دي من جوه ايه اخبارها. بعد ما ناخد مادة البروبليز دي هو هيحط غيرها اهو. جمعنا قطعة كبيرة اهي من البروبليز، فيها جوه تاني كتير برضو ماسك بيها البراويز. هندخن ونشوف الخلية دي محتاجة ايه. محتاجة براويز هنديها، ناخد منها براويز هناخد اخر بروازة اهو، في عسل زي ما انتوا شايفين. وهنلف البرواز وندوره، البرواز اللي بعده طبعا ده هيتنقل قدام يا جماعة عشان نحل يشتغل عليه ويكمل المساحات الفاضية. في كميات نحل كويسة هنا اهو كويس، بس انا شايف ذكور بكميات كبيرة في البروازين او الثلاثة الفخار دول. هل هيبقى كده على طول؟ لو في ذكور تانية يبقى انا لازم اعمل اجراءات مع الخلية دي. هنا برضو الشغلات وفي نسبة ذكور معقولة كتير، وهنا كتير برضو ذكور، بس في شغلات حضنة شغلات كويسة. هنشوف الاربع براويز اللي جايين دول هيقولوا ايه، وبناء عليهم هنعمل اجراءاتنا ان شاء الله. هنا برضو هوت وفي ذكور، يبقى الخليه دي احنا لازم نسقط لها براويز حضنه مغلقه، لان انا شايف اهو العيون اللي موجوده كلها. وهنغير المالكه بتاعه الخليه دي، الخليه دي المالكه بتاعتها اصبحت ضعيفه، هتحط ايه عيون ذكور دايما كده يا جماعه، وبالتالي الذكور دي هتضعف الخلية، مش هتجمع رحيق، بالعكس هي تاكل الايه العسل. عشان كده انا شايف هم عاملين عين ملكات اهي عشان يطلعوا ملكة احتياطية. الذكور هنا كتير، يبقى الملكة دي ضعيفة جدا، علشان كده هي بتطلع الذكور دي. يبقى احنا هنغير الملكه دي، دي نمره واحده، هنغير الملكه اللي موجوده في الخليه ديت. مش هنقدر نعمل حاجه نزود لها حاجه، بالعكس هي طبعا الحته دي مطاها بس ما كملتش الباقي لسه. هنشوف البرواز اللي قبل الاخير اهو، هي حضنه وكل حاجه بس كميات الذكور اللي موجوده في الخليه كبيره. كده مش هتنتج الخلية دي حاجة وهتبقى ضعيفة جدا. خلاص مش هناخد منها حاجة، هنسقط لها نجيب لها براويز من خلية تانية تكون ختمة مقفولة. وفي نفس الوقت ضروري نغير الملكة، هي كده كده هتتغير، لأن شوفوا مادة البروبليز اللي النحل قافل بيها يا جماعة على البرواز الأخير عاملة ازاي. حاجة صعبة، صعبة أوي أوي، خلية حذرة جدا، والمادة دي مادة جامدة أوي أهو، ركناها بصعوبة. طبعا مادة البروبليز دي مادة مهمة أوي أوي أوي، يقفلوا بيها الشروق، يضيقوا بيها فتحة. بنقول لأحبابنا وأعزائنا مشاهدي القناة كل عام وأنتم بخير، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.